ممكن الحديث عن شيكابالا، شايف ايه سبب تراجع مستوى شيكابالا؟ بدأ أول مرة مستواه يزيد، بعد كده بقى على الدكة وبره القايمة وكده كتير، ايه السبب؟ الكورة بتبحث عن اللي بيمشي وراها، مش الكورة ما تروحش لحد، الواحد لازم يشقى، لازم يقاتل. شيكابالا لعيب كويس جدا، ولعيب مهاري ولعيب جماهيري، فهو لازم يفكر ان الكرة يعني ادته كتير، وهو لعيب كويس جدا، فيدي للكرة حقها. لو ادى للكرة حقها، انا في اعتقادي شيكابالا هيبقى حاجة تانية وحالة تانية خالص خالص.